وسننتقل الآن إلى روسيا، حيث هناك كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم النصر على النازية، فلنتابع. Спасибо. Уважаемые граждане России, битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой. إذن نتابع وإياكم هذه الصور مباشرة من العاصمة الروسية موسكو بانتظار الترجمة للرئيس الروسي في كلمته المهمة جدا في يوم النصر على النازية. هذا العيد هو مهم جدا ليس فقط بالنسبة لروسيا، موقعها وخارطة التوازنات التي جاءت ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسب جل يعني الإنجازات التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية لها، لكن الاتحاد السوفيتي في حينها الموقع والأثر الكبير. هذا اليوم في هذه الاحتفالية له دلالة ورمزية كبرى، لا سيما في تجدد المواجهة مع الغرب الأطلسي وروسيا اليوم. الآن نعود من جديد إلى هذه الكلمة والاستماع للرئيس الروسي. ومقدسة. نحن مؤمنون وواثقون ما هو معنى أن نكون أن نوصل إلى النهايات والنتائج الأخلاقية، ونحن نحترم وننحني أمام كل من يحارب الآن على الجبهة وينقذ الجرحى. ليس هناك أهم اليوم من عملكم القتالي، فهي تضمن أمن بلادنا، وفيكم مرتبط مستقبل شعبنا ودولتنا، وأنتم تنفذون واجبكم بشرف وتقاتلون من أجل روسيا. فمعكم أبناءكم وأسركم وأصدقائكم الذين ينتظرونكم، ونحن واثقون بأنكم تشعرون بمحبتهم الكبيرة. الدولة بأكملها كانت قد تكاتفت لدعم أبطالها. نحن جميعا مستعدون للمساعدة ونصلي لأجلكم. أيها الرفاق، أيها الأصدقاء والمحاربون القدامى، اليوم في كل أسرة منا هناك من شارك في الحرب الوطنية العظمى ويتذكرون أقرباءهم وأبطالهم ويضعون الأكاليل على نصب التذكارية. نحن معكم الآن في الساحة الحمراء على هذه الأرض التي تتذكر يوري دولغاروكوف وباجارسكي وأبطال كوتوزوف ومقاتلي في عام 41 و45. اليوم هنا مشارك أيضا من يشارك في العمليات العسكرية الخاصة، والذين كانوا قد انضموا إلى العملية أيضا عبر التعبئة. وهناك العديد من المتطوعين والوحدات المتطوعة من جميع القوات الروسية. أحييكم أيها الأصدقاء، وأحيي كل من يقاتل من أجل روسيا والآن هو في مركز القتال وفي الميدان. وكان أجدادنا ببطولتهم أثبتوا أنه ليس هناك أقوى من وحدتنا وتكاتفنا، ليس هناك أي شيء أقوى من محبتنا لوطننا. عاشت روسيا، و
المجد لقواتنا المسلحة